هي ممارسة سحرية، ممارسة طقوسية تقوم على قائم على معتقد أنه نستطيع أن نتحكم في جسد الأنثى ونمنعها من أي ممارسة جنسية خارج إطار الزواج. إذن فالممارسة هذه هي تمثل لجسد المرأة بوصفه يرمز إلى الشهوة، يرمز إلى يمكن أن يهدد النظام الأخلاقي والقيمي والاجتماعي المجتمع. وبما أنه هذا الجسد الأنثوي يهدد النظام، علينا أن نقيده. بماذا سنقيده؟ نحن في تونس نقيد هذا الجسد بالتصفيح. مسألة العفة وتفخيم مسألة العفة، وبالنسبة للعائلة الطفلة توصل ليلة العرس وتوصل بكر وتعطي شهادة بكرة، لأنه هذه شهادة بكرة مش دي موجودة مالوريزمون، هذا ما يعرفوهاش، فهمني؟ فبالنسبة لهم هذاك هو تكون أكبر فرحة ليهم من أنه ربما جابت صغار، ولا من أنه تزوج، ولا من أنه جاء راجل، ولا من أنه متهنية. لا، أنه لازم تكون توصل للزواج بكر، يعني أنتكت. النساء اللواتي قمنا بالتصفيح هو شنو ولا علاش هم؟ لأنهم يعتبرها أولا هي شيء معطى لهن، معناها تعطى لهم، أي هن أمانة يحملوها وهو يمتلكن سر. والنقطة الثانية هم يعتقدوا الاعتقاد في أنه هذا الشيء صحيح، اللي يعملوا فيه هو صحيح وله فوائد. باهي تصفحي الطفلة أعرس ما تعملي. باهي معاها الفكرة ولا ليك؟ معاها، أي معاها، على خاطر نشوف في حالات ما تعجبش الجملة. خاطر الطفلة ما تشدش روحها، هي طفلة. ما تشدش روحها، مثلا تمشي في بقعة مثلا يتحموا فيها ثلاثة أولاد ولا أي حاجة ولا. والناس اللي يمشيوا زادة باش يعملوا في يقبلوا أنهم يتصفحوا ولا يدفعوا بناتهم باش يتصفحوا، هما بيدهم يعتقدوا لأنه مش سحر. يحتاج الدين مثلا، يحتاج الى الايمان. السحر يحتاج الى الاعتقاد، لازمك تعتقد في الممارسه وتصدقها، يعني باش نجم تقبل انخراط فيها. هذاك علاش الناس هذوما هما يعتقدوا فيما يفعلون، يعتقدوا ان هما في خدمه المجتمع، هما حراس الشرف. جدي الله يرحمها، جد باش تموت قالت لي جي حاجتي بيت، دفلت لي في دايا الزوز وحكت ليها، قالت لي اسمع اللي تجيك مثلا باش تنيا ولا صفحها عندك اجر قدامها، هاك اللي تجيني تجيب في دايا 7 زبيبات ولا صفحها باش مثلا تمشي مثلا بقعة بعيدة ما يتعدى عليها حتى حد، حتى اللي يجيب شي تولد عليها ويمسها مصفحة، مثلا طفل عشقها علقها وحبها حبش يسلمها. تيجي بشي يتعدى عليها ما تصفيح هذيك ما تخليش. ثم الجانب الاقتصادي ايضا، الجانب الاقتصادي لاني مهنه احيانا تتحول الى مهنه يقتتنا منها، ياخذوا فلوس مقابل. قداش سوم اللي تصفح بيه الطفله وتحلها؟ لا خاطش اللي يعطيني من عند الله سبحانه. مكش حتى سوم؟ لا 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 ما خلش فلوس، اللي يكتب. هذاك علاش هناك دفاع على هالشيء هذايا، من ناحية أولى ناحية الاعتقاد إنه سي فري، ونجم نصفحوا واحد ونجم كيما ما يقرب حد وما يمس حد، ويا ولد الناس أنت يا بنت الناس أنت حيت هو خيط. فما البعض مالوريزمون اللي تلقاها تتصور نفسها اللي هي محمية، أما تجيني وقت تزوج، تجيني وقت تزوج تجيني افيك امبوسيبيتي دو بينيتراسيون، دونك حالة استحالة عبور مهبل، دونك التصفيح يزيد يهول لها. تربية مشدة جسمت في شكل من أشكال الطقوس اللي هي التصفيح، دونك تجي مرهوبة خايفة على عضوها الجنسي، وين ما تجي يقربها راجلها مسكينة السير ليكويس والكونتراكت يعني وتسكر كل العضلات نتاعها. هناك صناعة الخوف، يتصنع الخوف، يتصنع بشنو؟ عبر اني سمعت اللي جاء في برنامج من برامج التلفزيون، مش برنامج التلفزيون الواقع، فتاة اغتصبها بوها او كذا، هذا يخلق خوف عند 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 الناس، يخلق خوف، يقول ان نحن لم يعني فكره الخوف فكره مركزيه، تولي فكره الخوف هذه تخترق حتى المجال الخاص، المجال العائلي والمجال والشكل المتبادل. ولكن الخوف هو ماهوش معطى 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 طبيعي، معناه هو يصنع اليوم. انت تشوف اليوم اصبحنا مجتمع مفتوح، حتى الدنيا ولات تخوف،
ولا مثلا استغفر الله يا ربي حنين خالي تعب على بنت اخته، اي مشكل تصير في البلاد، ولا حتى البو يبدا في مش في صحنه يتعب على بنته، ما فيش قضايا تصير في البلاد ما يحبوش يعدوها في تلز. تمشي تقرا نخاف عليها، تمشي البلاصه نخاف عليها، حب نبدا مخي نظيف وضميري نظيف، حتى اللي تمشي في جزارة بتاع رجال ما يتاجر. نركبوا لهم ما يسمى الفوبيا من الجنس، الفوبيا من العلاقة الجنسية، والفوبيا من يعني الفوبيا شنو الفوبيا؟ هو الخوف الشديد المفرط فيه، الخوف حتى من العنصر الذكري، بينما هم عايشين في ذكور وكذا، ذكور واحد ينبه ويعطي يثقف ويوري ما فانت كونت، مش بشكل انه نهولوا الموضوع ونخليه يعني تصور انسان يعيش في رعب. في سيدها لسا علاش لسا؟ لسا خاطر الشواطين الكل يتلموا كان في لسا، ما يجوش في اليمين. لا حلت 7 مرات في سقايا، خرج دم زبيب ورسمي، ما الدم اللي خرج هذاك بالزبيب عملته واكلته لي بالسيب. الشواطين الكل معناتها هذه اعتراف منك اللي التصفيح من عمل الشيطان بالطبيعة. فما واحدة وصلت مسكينة صفحوها في تستو، صفحتها مماتها ومماتها توفت، ما لقوش شكون مثلا باش يحل لها صفيح، بقات والله بقات مسكينة يجي شهر ونص ما لقاوش شكون يحل لها صفيح. تعرف بعد شهر ونص حلت لها صفيحة تهبط. نعرف بعض المصفحات اللي جاوني في العيادة واللي يمارسوا الجنس بشكل طبيعي جدا، ممارسة يعني عميقة، علاج عميق، تعتقد ان هي مصفحة، والاكثر من هكا البعض منهم اللي الاي انغروسيس نون ديسيري يعني حمل غير معلوم فيه، والبعض منهم جاوني حتى مام دي مالادين سيكسيونمون ترانسميسيبل كيما السيدا كيما الزهري الى غير ذلك، لانه هي تصور محمية وهي ما محمية حتى شيء. عندما تتصفح معناها انت راك انت شكل اختار، والجسد نتاعك راهو جسد العيب وجسد الحرام، وتعرف هذه في المستوى التنشئه التقليديه، في مستوى التنشئه العائلي، كي تخرج للفضاء العام تنجم تخالط اصحاب تخالط صديقات، تلقى تناقض كبير ما بين التجربه اللي عاشت تجربه التصفيح والتعيش فيه هي في الواقع او ما تطمح حتى شيء، ويخلق كونتراديكسيون ونجم عنده تاثيرات نفسيه سيئه على الفتاة التي وقع تصفيحها، لأن هي يعني تجربة تمس ذاتية الفرد في العمق متاعه يعني، وتعتقد أنها غير قادرة على أن تخوض تجربة جنسية. آخر واحدة صفحتها وقت عندها جمعة، قديش عمرها طفلة؟ 6 سنين صغيرة. 6 سنين رجعتك الحكاية ولا لا؟ لا لا في ساقيك ودم مش معيهم، ما حسيت ما قلقتكش لحكاية؟ وبعد ما كملتكش نقدر بقتل ساقترة عليش قتل هكيك حاجة بي وكي روح ما عادش سألتها ما كانت عشان متحركتش في مخك حتى سؤال علش جرحوني علش وكلوني حاجة بالدم علش وراهي وقت صغيرة انا ما نعرفش مش في بالي حاجه بيا وانا ماما ما عايش باش تعملي حاجه خايف في بالي قبل العرس تنحى قالوا لك قبل العرس تنحى مش تنحى قالوا عادوا هذيك 7 مرات اللي نعم يعاودوا يعملوا 7 مرات باش يتحلوا ولا شيء. والبعض ما لازمو ينتقلوا من مرحله ان يكونوا مصفحات بعد الزواج وبعد انه ما يقولوا انه تنحى التصفيح تنتج عليها عمليه خوف من العلاج، وتنتج على الخوف هذا يؤدي الى عمليه ما يسمى التقلص اللا ارادي لعضلات الحوض وعضلات المهبل، وتنتج عليها هذا ما يسمى استحاله عبور المهبل بالفرنسيه نسموه لوفاجينيزم سي ان كونتراكسيون انفولونتير دي ميسكول دو بيريني اي دو ميسكول دو فاجان، لانه المراه هذيك في مخها عندها اون ايدي كو ان دو ميم با توشي سون سكس، فما فتيات ما تحبش تشوف عضوها تتفجع منه مرهوبه، فهذا كله ما سون دي امباكت يعني تاثيرات نفسيه. ما كيسمع
تصرف برشا عباد يحكي له الكل قلت ربيه تصريح ونحن بقى البنات والكل يعني ديجا بنتي تطورها مصاف حتى ما في باليش بنتي علاش تصرح هذيك قلت لها يعني كي كانت صغيرة ورزيتها المرأة قلت لها غير حكيها بيا ما راهو تعطي لك حتى شيء نهار اخر مثلا يشدكم واحد مثلا لك وقت الخطفان كان سمعتوا بيه هذاك اللي يسقوا في الصغار انت قلت لها مثلا يجري في جرتك واحد راه معناه ما يعمل لك حتى شيء خاطر لك سمعت كلام العباد انا معناها مقتنعة بنتي شنو تربيتها ومعناها عندها كان هنايا كهو مقتنعة بها بنتي الكل انا كي معناها سمعتها قلت ماذا بي معناها حاجة في بنتي اما حتى مش تناقض بين كونتراديكسيون ما بين شنو ما بين الفضاء العام والفضاء الخاص لو بريفي ها وذلك علاش الجسد نقوم بتصفيحه لانه نعتبره داخل في النطاق الخاص سي لو بريفي ماهوش بيبليك ماهوش اكسيسيبل للناس الكل كي انت ماكش مصفحه علاش تعاملت مع بنتك بمبدا معكوش كومبليت هو جيلي انا قبل مش كي جيل طويك جيلي انا قبل يعني نحن فاميليتنا على دارنا اربع بنات كنا حتى واحده اللي مشات الدرجه انا ومرها وحبيبتي أنا توك وقت طويل كان أنا برشا حياتي أنا خفت على خطر صارت برشا بنيت معناها وخرجوا منها بحكاية سلامية هو خوف على شنو؟ خوف على الشرف خوف على السمعة على الريبيتاسيون متاع العائلة وبالتالي عديد العائلات تلتجئ لها إلى الطريقة ذي اللي تشوف اللي هي طريقة لحماية بناتهن نشوف فما زادة معناها واحدة معناها بعيدة علينا شوية معناها قعدت تجي ثلاثة أربع أيام لبرا معناها وصلت لها الحكاية ذي في الجبل ومعناها وصلت حتى جاي راحت أمها لبس علي أمها مطمئنة عليها مقلتش عليها يا بنتي ويني فاكس ديجا على بنتها وكل ما كانتش بنتي معناها باش يصير فيها مسير وقت لها لبس عليها باش تطبي زادة مش يعني التربة مش بالصرامة راهي التربية مش بالصرامة التربية بالتثقيف لو كان عاود ما تصفحتها عملت لها عملية تثقيف صحي تثقيف جنسي سواء كان إذا كان هي عندها إمكانيات باش تثقف لما لا أو أني تمشي تقابل مختصين علاش لا دي كونسي كونجيغو تقابل دي سيكسولوك تقابل دي ميدسان كيفاش نحن اليوم في تونس نخرجوا مع العادات هذه اللي هي تعتبر عادات فيها نوع من الإهانة للفرد وللذات البشرية وللمرأة بشكل خاص خاصة وأننا نحن في تونس نرفع شعار تحرير المرأة منذ الاستقلال كيف نقاوم أو كيف نقاوم هذه السلوكيات التي كما قلت معناها فيها إهانة للمرأة هذه يتم إلا بعملية التربية وبعملية تنشئة قائمة على حرية الفرد ومسؤولية الفرد وقائمة على الفرد العقلاني وهذا دور شكون؟ دور المدرسة ودور جميع مؤسسات المجتمع ودور المجتمع المدني أيضا أنا طوّة في الكبر هذه بتاع بنتي معناها هو يعني قبل خطر الزيرة ما نعرفها نطمي في حال معناها نطمي في حال هو حد الآن خطط في البنات ويقرأ البيت مع بعضهم مثلا هاي نمشيوا لي رحلة مع بعضنا هاي نمشيوا لي حاجة مع بعضنا نجي مشي نجي بنتي مثلا لا ما تمشي الشبكة ما تجيش تقولي لي مثلا تلبس بمخها شبه صاحبتي مشيت وأنا لا أنا مانيش مقتنعة لا كده أنا ديما فينا قالت لي يعني في الحاجة ديك بنتك يعني أمها واضحة أنت أمها كلام برشا بنات مثلا ذات مسطحين وحلوا لبس عليهم نص الدرجة ومتهنين الحمد لله يعني أنا هاني عايشة في الليل مثلا أنا يعني معرسة لهنا ودارنا مش لهنا نحن في مليتنا ما عملناش هذي كلكم مش الحكاية هذي تصفيح أنه التنديد بالموضوع هذايا أنه هذه راهو خرافة وعمر ما كانت بروتكسيون بل بالعكس احنا نضروا اكثر من اللي ننفعوا نضروهم نفسانيا نضروهم حتى جنسيا نضروهم حتى زوجيا بعدهم مستقبلا جنسي وثاني حاجه ستيني ستوار بيدون علاش يعني حكايه فارغه لان هي مصفحه وتتمارس الجنس دونك شنو مصفحه دونك احنا كانه سهلوا لها عمليه الممارسه الجنسيه بادعائنا او بتوهمها ان هي مسكره مش مسكره انت مصفحه تذكر صدقني ان جون ادوليسانت تمارس الجنس ونحكي اياها كيفاش تمارس جنس قلت لها قالت انا مصفحه ما يجرى لي شيء حتى شيء ما يجرى لي هاك مارش سي 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 كوم سا وبيسكي ما هبطلاش دم لانه اكيد غشائها مطاطي ولا غشاء رقيق جدا دونك فوالا تدخل الواحد على اساس
ما عندوش معنى. دونك نتصور اللي مقاومه الظاهره هذه وتنديد بها اكثر من لانه هي ظاهره ظاهره شعوذه وطقوس لا علاقه لها لا بالعلم ولا بالدين.